رجعنا الكراج هندسة نشوف التطورات على الجمس. ما شاء الله متخصصين وزادت الجموس اللي عندهم ما شاء الله. ما هذا شخص هم توهم راشينه جددينه بالكامل ما شاء الله، تخصصوا في تجديد الشاصات، شغل يعني فاخر من الآخر. هذا الجمس سمكرة وكلش، بس باقي الجزء الأمامي هذا يشتغلون عليه سمكرة، اللي ورا جاهز لحموا في أجزاء مصدية لحموها، وبعد المعجنة بيبدون البوية. البوية اخترنا البويات هذه، وينها؟ وين البوية؟ ايه البويات فيه لونين، لون اخضر جي كلاس، هذا اخضر جي كلاس، الجي كلاس الجديد 2023، وهذا اخضر لكسس. انا اخترت هذا بيطلع حلو على السيارة. الرفرف فيه مشاكل، لكن انا ما عشان التكلفة ما ابغى اغيره، الكبوت يمكن نغيره. ما شاء الله شغلهم نظيف، شوف شلون الحرف هذا، يعني سمكرة على مستوى الحرف هذا، يعني حرصوا ان يكون يرجعونه، ما يمكن ما خلصوا في الجهة هذه. شغالين على الجهة هذه، ما في مشكلة صور، ما في كمل. شوف شلون ما شاء الله الحرف شلون جاي، ان شاء الله ما شاء الله وكالة ما شاء الله. هذا ابديت سريع على الجمس ما شاء الله، يعني ها شوف الجموس اللي ورا عندهم ثلاثة، فيه ورشة ثانية ورا من ذيك الجهة بعد فيها شاصين، وظن ثلاثة جموس شغالين عليها كلها تجديد كامل. هذا الفيبر حقي فكوه، بيصبغونه أبيض رابتر حسب الطلب، أنا طالبها أبيض رابتر. شرينا كل الجلد، بيجددون لي القزاز بعد